بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ محمود أبو جلمبو، المحاضر بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسراء. إن شاء الله حكون معاكم من هان لنهاية الفصل في مساق إدارة المشاريع الخاص بطلبة المستوى الرابع قسم الحوسبة النقالة في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. اللقاء هذا بإذن الله حيكون لقاء تعريفي عن الكتاب والأدوات اللي حندرسها أو المحتويات اللي حندرسها خلال الفصل، وحنتكلم بصورة سريعة كمقدمة في الوحدة الأولى أو الشابتر الأول في الكتاب. بالمناسبة أنا رفعت لكم الكتاب على البوابة الإلكترونية، يعني بس لو ضغطتوا عليه مرة واحدة هتلاقوه بينزل عندكم. السلايد او الشابتر الاول انا عامل لكل شابتر في سلايد باوربوينت، برضه هتلاقوه في الاسبوع الاكاديمي موجود على البوابه الالكترونيه. تمام. طيب الان يا جماعه، احنا عشان نفهم موضوع اداره المشاريع، طبعا اداره المشاريع او علم اداره المشاريع علم واسع جدا، بتطلب مني انا كطالب في البداية لسه ما وصلتش سوق العمل ولا اختلطت في فريق عمل في احدى الشركات او في احدى المؤسسات، فبالتالي هذا العلم بتطلب مني ان يكون في عندي خلفية مسبقة او علم مسبق في علم الادارة او بعلم المشاريع. لو لاحظنا العنوان ادارة المشاريع او Information Technology Project Management، العنوان مقسم لثلاث اجزاء، الجزء الاول Information Technology، هذا بحدد لي المسار اللي انا ماشي فيه في المادة هذه. المسار اللي انا ماشي فيه هو مسار تكنولوجيا المعلومات تخصص الحوسبة النقالة. تمام. طيب لما بنيجي نشرح للطلاب مساق إدارة المشاريع، هل هذا المساق او هذا الكتاب فقط خاص بطلبة الحوسبة النقالة؟ لا، اي طالب او اي خريج خلص من كلية تكنولوجيا المعلومات او الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في النهاية هيشتغل في مشروع أو هيكون ضمن أحد أعضاء فريق عمل في مشروع معين. تمام. الآن المسار اللي إحنا حددناه إنه إحنا هنمشي في إدارة المشاريع ضمن قسم اللي هو تكنولوجيا المعلومات، لأنه أنتوا بتعرف المشاريع تختلف، في مشاريع هندسية، في مشاريع إنشائية، في مشاريع بنائية، في مشاريع إلكترونية، في مشاريع برمجية. تمام. فالمسار تاعنا بإذن الله هيكون Information Technology. تمام. هذا أول جزء من العنوان. الجزء الثاني لبروجكت لحالها، الجزء الثالث اللي هو المانجمنت أو الإدارة. طبعا يا جماعة لو بدنا نيجي نعرف المشروع تعريف علمي دقيق، أو لو بدنا نيجي نعرف الإدارة تعريف علمي دقيق، فهنقول إنه الإدارة عبارة عن عملية تحقيق مثلا أهداف باستخدام موارد متاحة. يعني أنا لما بدي أجي أدير مشروع أو يكون في عندي مشروع بدي أعمل إدارة للمشروع، أنا بعد ما أدير المشروع هحقق هدف معين. الهدف هذا أنا حققته عن طريق استخدام خلينا نقول اوبتمايزي بالنسبة للموارد اللي موجودة عندي أو الصلاحيات اللي موجودة عندي أو الأدوات أو التقنيات اللي بقدر أستخدمها. تمام. طبعا بكون في عندي بروتوكول معين أو منهج محدد أنا بمشي فيه، وبكون في عندي بيئة معينة، وبكون في عندي إدارة. تمام. كفرع من العلوم اللي احنا بنعرفها اللي هي العلوم الاجتماعية، أو يعني بما يتمثل في مثلا عملية التخطيط، التنظيم، التنسيق والتوجيه أو الرقابة. طبعا هذا كله شغل مدير المشروع أو التيم ليدر للمشروع أو الشخص اللي جاب لنا المشروع. تمام. يعني بنقدر نقول إنه الإدارة هي عملية تحقيق الأهداف باستخدام الأدوات أو التقنيات الأمثل للموارد اللي موجودة عندنا أو الموارد المتاحة ضمن بروتوكول أو ضمن منهج معين وضمن بيئة معينة، في لهذه البيئة مدير مشروع أو تيم ليدر بنسميه إحنا في تكنولوجيا المعلومات أو في إدارة المشاريع. تمام. هذا بالنسبة للجزء الثاني وهو جزء المانجمنت. نيجي للجزء الأهم وهو المشروع. الآن يا جماعة أي نشاط أو أي عملية مقيدة بزمن هذه بنسميها مشروع. يعني لما باجي أنا بدي أشتغل تطبيق اندرويد مثلا، او بدي اجي اشتغل مشروع انشائي او مشروع هندسي،
المشروع هذا هيبدأ في تاريخ معين وينتهي في تاريخ معين، تمام؟ طيب في محددات للمشروع، يعني في أشياء أو في خلينا نقول زي علامات، هذه العلامات بتحدد لي الخطوات اللي أنا ماشي فيها في المشروع، هل أنا ماشي في المسار الصحيح في المشروع ولا ماشي بالاتجاه الخطأ. زي إيش هذه المحددات أو هذه العلامات؟ إنه المشروع يا جماعة عشان أشتغله بياخد معايا زمن كافي، طبعا الوقت أو الزمن هذا بيكون محدد مسبقا، فبالتالي من غير المقبول أو من غير المسموح إني أرجع أشتغل المشروع كمان مرة. المشروع من أهم محدداته إنه فقط بأعمله مرة واحدة. ليش؟ عشان أنا لما بدي أجي أقدم منتج أو أجي أقدم خدمة للمستخدم أو للناس بشكل عام بدها تعود عليا بالنفع، فبالتالي لو أنا ما لو أنا جيت أشتغل المشروع كمان مرة، أو مثلا المشروع ما اكتملش معايا في المرة الأولى وجيت نزلته على السوق، المردود تبع المشروع هذا هيكون سيء، تمام؟ فأنا فقدت أهم عامل من عوامل المشروع، وطبعا هذا العامل يا جماعة مربوط أو متعلق بالزمن وبتاريخ البداية وتاريخ النهاية للمشروع. في طبعا مراحل للمشروع أو بنسميها اللايف سايكل للمشروع، دورة حياة المشروع، بتتكون من 7 خطوات هنتكلم عنها الآن، بس خلونا نشوف مع بعض الكتاب اللي موجود قدام. هذا الكتاب يا جماعة Information Technology Project Management مكون من 12 شابترز، تمام؟ كل شابتر مقسم إلى عدد من الفصول والأجزاء. في الشابتر الأول الشابتر الأول The Nature of Information Technology Projects، في هذا الشابتر يا جماعة بيحكي عن طبيعة مشاريع تقنية المعلومات، طبيعة مشاريع تقنية المعلومات. احنا قلنا انه فئة تكنولوجيا المعلومات او مشاريع فئة تكنولوجيا المعلومات بتختلف ضمنيا وكليا عن اللي هو المشاريع الهندسية او المشاريع الانشائية او باقي المشاريع، تمام؟ ففي الشابتر هذا هو هيحكي لي عن طبيعة عمل هذه المشاريع او طبيعة او مفهوم مشاريع تقنية المعلومات ضمن عوامل وضمن أجزاء وضمن فصول مقسمة، زي مثلا إيش هو بروجكت مانجمنت، إيش يعني هي إدارة المشاريع، الستيت أوف أي تي بروجكت مانجمنت، إيش اللي بيربط، إيش الأغراض من إدارة المشاريع، أو إيش الهدف من إدارة المشاريع، إيش المنهجيات والعمليات بتاعت المشروع، تمام؟ هذا كله هنتكلم عنه في الوحدة الأولى. في الشابتر الثاني هيحكي أو هندرس اللي هو البروجكت methodologies and process، اللي هي منهجيات وعمليات المشروع. احنا بنعرف يا جماعة انه كل شيء لما بنيجي نعمل بحث او مشروع تخرج او بنيجي بنقدم مثلا ابستراكت لموضوع معين، لازم يكون في عندي منهجية، لازم يكون في عندي methodology، مظبوط ولا لا؟ هذه الميثودولوجي او هذه المنهجية وهذه العملية بتتمثل في البروجكت لايف سايكل، دورة حياة المشروع. ايش يعني دورة حياة المشروع يا جماعة؟ دورة حياة المشروع بعض الكتاب أو بعض الأكاديميين بيقسموا دورة حياة المشروع ل6 مراحل، بعضهم بيقسمها ل7 مراحل، بعضهم ل5 مراحل، تمام؟ أو ل6 مراحل. الهدف من دورة حياة المشروع هو تنفيذ المشروع على أكمل وجه في الوقت الزمني المحدد من تاريخ بدء المشروع لنهاية المشروع. زي إيش مثلا دورة حياة المشروع؟ أول شيء أنا لما بيجيني مثلا واحد بيقول لي على سبيل المثال، يعني أنا بدي أعمل تطبيق، التطبيق هذا أستخدمه في مثلا حاجز، خلينا نقول مثلا في عيادة معينة، دكتور بده يعمل أو طبيب بده يعمل مثلا مشروع يصير فيه نظام حجوزات من البيت، تمام؟ طيب أنا كمبرمج لما بدي اجي او لما بده يجيني الطبيب هذا يقول لي انا بدي اعمل المشروع هذا، لازم يكون في عندي خلفيه كامله عن اداره المشروع هذا، كيف بدي ادير المشروع هذا، من اي ناحيه بدي اديره، من ناحيه التحليل، بدي امسك الكلام اللي حكى لي اياه هذا الطبيب واحلل كل كلمه قال لي اياها عشان ابدا انطلق في المشروع، تمام؟ طيب بعد هيك ببدا اصمم، اللي هي بتيجي يعني اول مرحله، خلينا نقول مرحله الاناليسيز او الانالايز، بقدر يعني بمشي في تحليل المشروع. بعد المرحلة الاولى بروح على مرحلة التصميم اللي هي الديزاين مثلا. في مرحلة التصميم بتكون مرحلة تصميم المشروع او مرحلة تصميم البرمجة في المشروع،
هذه يعني كلها ضمن المرحلة الثانية، وهي مرحلة الديزاين أو التصميم. تمام. بعد هيك المرحلة الثالثة بتبدأ مرحلة بناء المشروع اللي أنا قاعد بصمم فيه. يعني المشروع بده مثلا جي يو آي، بده شغلات تانية، هذه كلها مرحلة بناء للمشروع. تمام. بعدين بروح لمرحلة التست. كويس. باجي بختبر المشروع اللي أنا اشتغلته. بعد هيك بعمل implementation أو implement تنفيذ للمشروع اللي أنا عملته. تمام. طيب هدول الست مراحل اللي حكينا فيهم، أو الخمس مراحل اللي حكينا فيهم. بعض الناس أو بعض الإداريين بيقول لك إنه لا، في بدنا نضيف مرحلة سادسة اللي هي مرحلة المينتنانس. يعني أنا بعد ما اشتغلت المشروع هذا، بعد ما صممته وبنيته وعملت له تيست وعملت له تنفيذ، جيت أسلم المشروع لصاحب المشروع مثلا أو للشخص اللي إجاني بده المشروع، فقال لي أنا بدي أعدل عليه. فهذه اعتبروها مرحلة من البروجكت لايف سايكل، دورة حياة المشروع، وضافوا المرحلة هذه سموها مرحلة المينتنانس أو تصحيح الأخطاء اللي موجودة في المشروع. تمام. هذا الكلام كله موجود ضمن الشابتر الثاني، وهو البروجكت ميثودولوجيز اند بروسيس. طيب بعد هيك هنحكي في الوحدة الثالثة عن الميجيرابل اورجانيزيشنال فاليو اند ذا بزنس كيس، اللي هي بنسميها في علم الإدارة القيمة التنظيمية القابلة للقياس اند ذا بزنس كيس، اللي هي حالة العمل. هذا الكلام او هذا الشابتر هندرس فيه اللي هو طبعا اختصار الميجربل اورجانيزيشنال فاليو اللي هي ام او في، هندرس فيه اللي هي كيف القيمه التنظيميه بتكون للمشروع او القابله للقياس. هندرس فيه البيزنس كيس اللي هي حاله العمل. تمام. يعني هنعرف ايش هي اهداف المشروع، كيف بدنا نعمل تطوير لهذه العمليه، عمليه القيمه التنظيميه. بدنا نتعرف على حالة أو حالة العمل، بدنا نتعرف على الـ IT Project Selection Process، بدنا نتعرف على الـ Project Selection Decision. تمام. هذا كله هيكون في الشابتر الثالث. بعد هيك إن شاء الله هنحكي في الشابتر الرابع على الـ Project Planning، اللي هي مرحلة تخطيط المشروع. تمام. بنسميها الـ Project Infrastructure، يعني البنية التحتية للمشروع، الانفراستراكشر، البنية التحتية للمشروع. تمام. هذا في مرحلة التخطيط للمشروع. هنتكلم إن شاء الله، هو مقسم لي الشابتر الرابع لعدة أقسام، الانترودكشن والبروجكت جوفرنس. بعد هيك هيتكلم على البروجكت مانجر، مدير المشروع، بعدين البروجكت تيم. احنا بنعرف انه لما يكون المشروع احيانا يا جماعة برضو مش كل المشاريع بدها إدارة، ومش كل المشاريع بدها تعقيد، وبدي أعمل لها السبع مراحل اللي أنا حكيت عنه. في مشاريع بتكون صغيرة جدا جدا. تمام. فبالتالي ما بتحتاج يكون عندي أساسا مانجر أو الليدر، وما بتحتاج يكون في عندي تيم للمشروع هذا. تمام. ولكن أغلب المشاريع التكنولوجية أو المشاريع اللي بتتعلق بتطبيقات الهواتف النقالة، هذه لازم يكون فيها تيم، وتيم ليدر، ولازم يكون فيها مانجر. تمام. لازم يعني يكون في إدارة كافية للمشروع ضمن اللي هو قسم الحوسبة النقالة أو تطبيقات الهواتف النقالة. تمام. بعد هيك حيتكلم على الـ Organization and Project Planning، الـ Procuring External Project Resources اللي هي بنسميها المصادر الخارجية للمشروع، أو شراء الموارد، أو شراء موارد المشروع الخارجية. يعني هذا المشروع مش كل المواد والأدوات والتقنيات اللي أنا بستخدمها في المشروع بتكون متاحة. تمام. ففي شيء عندي اسمه Procuring External Project Resources، يعني شراء مواد المشروع الخارجية. هنتكلم فيها على الـ Procurement Planning، هنتكلم فيها على Contract Between Sellers and Buyers. بعد هيك هيتكلم على الـ Project Environment. احنا حكينا ضمن محددات المشروع انه لازم يكون في عندي بيئة عمل مناسبة، مظبوط ولا لا؟ هيتكلم على الـ Project Charter اللي هي خلونا نقول الميثاق بتاع المشروع، او كتابة العقد في المشروع، زي مثلا الـ Project Identification، الـ Project Stockholders، مين المستفيدين من المشروع، او اللي احنا بنسميهم اصحاب المصلحة في المشروع. تمام. في الوحدة الخامسة هيتكلم على الـ Project Planning Scope and the Work Breakdown Structure. تمام. اللي هي الـ Triple Constraint،
هيعرف لي المانجينج بروجكت سكوب. ايش تعريف السكوب؟ احنا يا جماعه في مواد الرياضيات مر معنا اللي هو مصطلح السكوب، مظبوط ولا لا؟ البروجكت بلانينج يعني اللي هو النطاق او تخطيط المشروع، النطاق وتوزيع العمل، سكوب نطاق and the work breakdown. تمام، في الرياضيات احنا اخذنا السكوب اللي هو النطاق او المدى، مظبوط ولا لا؟ ف كنا يعني لما بكون في نطاق للاعداد اللي عندي، نفس زي ما بكون في عندي نطاق للاعداد لازم يكون في عندي نطاق للمشروع او مدى للمشروع. تمام، طيب المدى هذا حنتعرف عليه، يعني مثلا كيف انه انا مدى المشروع تاعي مثلا ممكن احدده من ناحية الوقت، او مدى المشروع تاعي مثلا ممكن احدده من ناحية المكان اللي انا قاعد فيه. خلاص، النطاق تاع المشروع هو مكان الشركة او المؤسسة اللي انا بشتغل فيه، فهذا الشيء بنسميه سكوب اند ذا وورك بريك داون. تمام، هيتكلم على القيود الثلاثية او التريبل كونسترينت، هيتكلم هيعرف لي على المانجنج بروجكت سكوب اللي هو تحديد وإدارة نطاق المشروع. تمام، هذا الكلام هيحكي عنه في الشابتر الخامس. بعد هيك في الشابتر السادس هيحكي على البروجكت بلاننج، هيكمل برضه بس هيحكي على الشيدول اند البادجت، الميزانية وجدولة المشروع. انا لازم يكون في عندي جدولة للمشروع، لازم اكون عامل حسابي بالميزانية الخاصة بالمشروع. تمام، طبعا هذا كله يا جماعة كلام عام، احنا هناخد منه يعني مش هندخل كتير او نتعمق كتير في الكتاب. الكتاب تقريبا حوالي 350 صفحة على ما أعتقد، مش هناخدهم كلهم، هناخد الأشياء والمصطلحات اللي بتهمنا، بالإضافة إلى إنه أنا ملخص لكم الكلام هذا تاع الشباتر، موجود في السلايدات اللي برفعهم على البوابة الإلكترونية. تمام، حتى يعني كمان عشان نغطي إحنا كل اللي موجود في الكتاب، يعني بدناش ناخد الوحدة الأولى والشابتر الأول والثاني والثالث مثلا، ناخده كله وندشر اللي هما باقي الشباتر. احنا بنحاول ناخد اللي بهمنا من كل شابتر. تمام، وهيك بنكون غطينا الكتاب كله واخدنا منه الاجزاء المهمة إلنا كطلاب حوسبة نقالة او تكنولوجيا معلومات في ادارة المشاريع. تمام، بعد كده هيحكي على الريسك بلان. فيه يا جماعة اي مشروع في الدنيا له اخطار، سواء كانت الاخطار بتعود على المستخدم او الستوك هولدرز اصحاب المصلحة، او بتعود على المبرمج نفسه او صاحب او مدير المشروع نفسه او الشخص اللي بيدير المشروع. تمام، فاحنا بدنا نعرف ايش هي الريسك، ايش بدنا نعمل مثلا بلان عشان نتجنب الريسك هذا. تمام، وبدنا نعمل اناليزز او بدنا نعمل تحليل للاخطار اللي بتصيبني في المشروع. تمام، وبدنا نراقب ونعمل كنترول نتحكم في الاخطاء برضه هذه كيف نقللها كويس. هذا كله موجود في المانجنج بروجكت ريسك في الشابتر السابع. تمام، بعد هيك هيتكلم على المانجنج بروجكت ستوك هولدرز اند كوميونيكيشن. تمام، اللي هو تخطيط المشاريع بالنسبه لاصحاب المصلحه والكوميونيكيشن الاتصالات. وهذا الموضوع معقد جدا يا جماعه، معقد جدا يا جماعه، كيف بدي اربط الكوميونيكيشن او ايش علاقه الكوميونيكيشن بالستوك هولدرز او بالمانجنج بروجكت. تمام، بعد هيك ان شاء الله حيتكلم، معلش انا اسرعت شويه اساس اقدر يعني افتح الشابتر الاول من السلايد. بعد هيك حيتكلم على جوده اللي هو اداره المشاريع او جوده المشروع نفسه بعد ما انا خلصته كمدير مشروع. تمام، هذا في الشابتر التاسع. بعد هيك حيتكلم على الليدنج ذا بروجكت تيم. حكينا ان او انتم يمكن بتعرفوا اكتر مني انه في كل مشروع تطبيقي او تكنولوجي لازم يكون في عندي تيم، ولازم يكون في عندي ليدر للتيم هذا. تمام، فبدنا نشوف ايش هي الايثكس اند ليدر شيب، بدنا نشوف ايش هم التيم والليدر شيب. تمام، كلهم حنتعرف عليهم في الشابتر العاشر. بعد هيك حيتكلم على المانجينج اورجانيزيشنال تشينج ريزيستنس اند الكونفليكت. تمام، ايش هي الريزيستنس اند الكونفليكت، التغيير التنظيمي وإدارة التغيير التنظيمي، وإيش ممكن تواجهني تحديات أو إيش ممكن تواجهني تشالنجز في المشروع. هذا الكلام كله هنتكلم عنه في الشابتر الـ11. تمام، آخر شابتر اللي هو شابتر 12 البروجكت كومبليشن، اللي هو المرحلة الأخيرة من مراحل تصميم المشروع، وهي مرحلة اكتمال المشروع. الكومبليشن اللي هي اكتمال المشروع او المرحله النهائيه في المشروع. تمام،
اللي هي ريليز مثلا اور سيستم امبلمنتيشن، اللي هي سميناها احنا مرحله تطبيق المشروع. تقريبا يا جماعه اللايف سايكل للمشروع اللي انا حكيتهم في البدايه هم نفسهم هذول ال 12 تشابترز. بس ايش بيعمل هو؟ بيجي بيقسم لي البلاننج تبع المشروع لاكثر من شابتر، وبتوسع فيه، بتعمق فيه. تمام، فاحنا حناخد بس الاشياء المهمه واللي على قدنا. تمام، البروجكت كلوزر، البروجكت ايفالويشن. تمام، هيك بنكون انتهينا من يعني مقدمه تعريفيه عن وحدات الكتاب، ايش اللي حناخده في الكتاب بالضبط. الماده مش صعبه ومش كومبلكس، الماده يعني خلينا نقول السهل الممتنع، اقرب للاداره من تكنولوجيا المعلومات. بس احنا حنمشي في مسار تكنولوجيا المعلومات، يعني الامثله اللي حنحكيها واحنا بنشرح حتكون كتطبيق على تكنولوجيا المعلومات. يعني لما بنيجي نذكر مثال حاجه اقول لكم مثلا تطبيق اندرويد، الشغلات هذه اللي احنا بنعرفها في الاي تي او في البرمجه. تمام، بالنسبه للسلايد اللي موجود عندنا في اللي هو في الشابتر الاول، انا حاطط لكم عنوان كل شابتر، ايش الاهداف او الاوبجكتيفز من التشابترز او من اداره المشاريع في الشابتر الاول، بعدين انترودكشن اللي هي اللي حكيناها احنا. تمام، بس حنشرح هذا الكلام كله يعني ما تقلقوش. تمام، بعدين حنكمل في المقدمه وحنحكي عن اهم المصطلحات او الكلمات المفتاحيه اللي عندي في الكتاب او في الماده. تمام، بعدين على البروجكت اتريبيوتس اللي هي السمات او صفات المشروع. تمام، واتس بروجكت مانجمنت، هذا الكلام كله يا جماعه ان شاء الله حنحكيه في اللقاء القادم، يعني عشان نخلص تقريبا. يعني انا عامل حسابي انه كل تشابتر ياخد معانا محاضره او محاضره ونص، او لو ما كملناش المحاضره المسجله على اليوتيوب حنكمله على الزوم ان شاء الله. وانا حنتظم معاكم ان شاء الله من في الاسبوع القادم في محاضرات الزوم. تمام، إذا عندكم أي استفسار، إذا عندكم أي ملاحظة على طريقة الشرح، على طريقة عرض المادة، أو على أي شيء، ابعتوا لي إياها على البريد في البوابة الإلكترونية، أو تكتبوا لي تعليق تحت الفيديو. تمام، بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من اللقاء التعريفي هذا، وإن شاء الله بشوفكم في اللقاء القادم. تحياتي لكم، يعطيكم ألف عافية.